أسعد الله مساء الحبايب. اليوم حنسوي جلوس مرطب للشفايف. الجلوس عبارة عن أو مكون من الخروع، زيت الخروع، وعندي زيت الجوز الهند ضايفته مع زبدة الكاكاو. هذا النوع اللي هو زيت جوز الهند اللي استخدمته، أضفته مع زبدة الكاكاو مع بعض. عندي هنا شمع العسل أو شمع النحل الأبيض، عندي هنا جلسرين، وعندي عطر الفراولة، وعندي اللون الأحمر، وكمان فيتامين إيه. خلاص، هذه هي المكونات. طبعا الزيوت انتو تقدرون تغيرونها، ممكن تستخدمي زيت الجوجوبا، زيت بذور العنب، حابين تغيرون في الزيوت ممكن، بس الخروع شيء أساسي يكون موجود. طيب الآن نبدأ بطريقة العمل. طريقة العمل، أول شيء حنحط الشمع، شمع النحل، حنحطه مع زبدة الكاكاو مع جوز أو زيت الجوز الهند. خلاص أنا كذا حطيتهم مع بعض، باقي هذا شوي أضيفه. طيب الآن حطيت هذه المكونات اللي حذوبها. طبعا بالنسبة لزيت الخروع أنا هنا حذوب فيه اللون، ما راح أضيفه الآن مع الزيوت، حذوب بس زيت جوز الهند والزبدة والشمع. خلاص ندوبهم ونرجع. بالنسبة لزيت الخروع أنا حضيف معاه اللون وأذوبه مع بعض. طبعا على بال ما أذوب الطور الزيتي أو الزيوت مع الشمع باختصار. طيب بناتي الآن أنا ذوبت الشمع مع زبدة الكاكاو مع زيت جوز الهند، الآن حضيف الخروع مع اللون المذاب. نضيف الجليسرين، حضيف فيتامين اي وبس كذا. نضيف كمان العطر ونعبيه بالعلب تبع الجلوس. طيب انا حضيف الان العطر وارجع. حضيف العطر تبعي، ضفت عطر الفراولة طبعا، ضيفوا العطر اللي تبغون انتو، ممكن عطر البطيخ برضو حلو او عطر الكرز. لسه كمان باقي لي شوي عطر وبس. خلاص كذا نعبيه، طبعا نتأكد انه جانس الخليط تمام وما في اللون يكون جانس تمام، يعني ما يكون في باقي بودرة ما دابت، لازم يذوب اللون كويس يا بنات وبس. خلاص كذا نعبي. طيب بنات الآن أنا راح أعبي بهذه العلب اللي تشوفونها. وبس خلاص كده صار عندي جاهز. طبعا راح يجمد ويصير كريمي، حصور لكم هو بعد ما يبرد وتشوفون كيف القوام. طيب بنات الآن أنا أبغي أسوي جلوس خفيف مثل هاد. كيف راح أسوي؟ راح أزود على نفس الخليط اللي عملناه السابق، راح أزود عليه بس زيت الخروع وبس، يصير عندي خفيف. طبعا حرجع شوي على الميكروويف عشان يصير سائل، وبعدها راح أعبي في هذا العبوة. طيب ممكن برضو تحابة تضيفي زيت جوز الهند، أي نوع من الزيوت برضو نفس الطريقة. الآن رجع شوي على الميكروويف يسيح وبعدها تتم التعبئة.
طيب بنات، الآن دوبنا شوي على الميكروويف، بس حاجة بسيطة هزيد عليه من العطر، وطبعا نزيد شوي من اللون. وتزودي شوية لون يا بنات، وبس هعبيه الآن بهذه العلب اللي شايفينها. طبعا عندنا لازم يكون معاكي هذه حقت الإبرة تعبين فيها. هبدأ الآن أسحبه، بدأت الآن نعبيها بالإبرة مثل ما تشوفوا، نعبيها بهذا الشكل. خلاص كده هي اتعبت معايا، طبعا أنا مكثفت شكلي، ما حتخرج لأنها مؤمنة. المهم حطلعها كده، لا تعبوها زيادة تسوون مثلي، شوية يعني تكون ناقصة وبس. خلاص طبعا حوريكم الآن اللون كيف صار، وبس خلاص كذا عملنا جلوس. طيب بنات، النتفة هذه اللي باقية معي من الجلوس ما رح أعبيها، رح أستغلها بشي ثاني. إيش حسوي فيها؟ عندي هنا سكر، هضيف السكر وأحولها إلى مقشر. طيب أنا حزود الآن العطر شوي، وحضيف معاه السكر. طيب الحين نضيف السكر، وبس كده صار عندي مقشر للشفايف. طيب بنات، الآن خلصت أنا من المقشر تبعي، الآن حصبه في العلبة مثل ما تشوفوا، ما أحلاه. طبعا تقدري تزودي السكر براحتك، القوام اللي تحبينه. انا بس هذا القوام اللي ابيه، قوام رائع للمقشر. وبس حبيباتي حعبيه في العلبة واصور لكم. وخلصنا هذا المقشر تبعنا تبع الشفايف، شوفوا ما احلى، يجنن. واستخدامه على الشفايف كمان مرة حلو، وتقدروا انتو تحطون اذا حابين هيرلونيك اسيد سيروم او فيتامين سي سيروم، براحتكم تقدروا تضيفوا، بيعطي امتلاء بسيط للشفايف. وبس حبيباتي ان شاء الله يكون عجبكم. طيب نشوف الان هذا اللي سويناه الكريمي، هجرب لكم هو على يد بنتي. شايفين ما احلاه؟ يخلي الشفايف لونها وردية طبيعي، كأنك ما انت حاطة جلوس. طيب اذا تبغين اللون يغمق او يثبت اكثر ممكن تزودين اللون، بس ده اللون تقريبا حلو جدا، بيعطي توريد رائع، وتقدري تستخدميه كمان تنت للخدود. طب بنات الآن حنجرب الجلوس تبعنا، شايفين؟ طبعا انتو مثل ما قلت تقدرون انتو تزودون اللون، وبس بنات.